بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك. التجمع من أجل السيادة هيئة تأسست من أجل المطالبة بنزع سلاح الميليشيات، كيف ترى المبادئ التي أسست عليها هذه الهيئة؟ في الحقيقة النشاط واسع جدا في على الساحة اللبنانية في محاولة للخروج من هيمنة حزب الله ومن السلطة التي فرضها على الواقع اللبناني من خلال ميليشياته. هذا التجمع بدأ بعدة لقاءات تمت خلال الفترة الماضية، وكان الهدف منها هو تجميع عدد من الناشطين من المثقفين من مختلف الطوائف حتى لا يكون هناك جو طائفي أو مذهبي معين، خاصة وأن الجميع يدرك أن حزب الله هو حزب طائفي مذهبي يحاول فرض مواقف معينة وفكر معين وعقيدة معينة هي عقيدة الولي الفقيه على الساحة اللبنانية. فهذا التجمع الهدف منه بتنوعه هو أن يقدم صورة مختلفة أن لبنان متعدد الطوائف والمذاهب وأن الدولة المدنية هي الحل الوحيد على الساحة اللبنانية وأن لا سلطة لطائفة واحدة على باقي الطوائف ولا سلطة لحزب واحد على سائر الأحزاب، وأن تداول السلطة يكون من خلال العمل السياسي الذي يحكمه القانون اللبناني والدستور اللبناني ولا يكون خاضع لمحاور خارجية وخاصة المحور الإيراني. فهذا التجمع هو بداية طيبة، هو بداية طيبة لتحول جديد، وهناك لقاءات عدة سوف تعقد خلال الأسبوع المقبل. نزع سلاح حزب الله، يعني هذه المطالبة ليست بجديدة، لكن دائما ما تتبع هذه المطالبات حرب مع الكيان الصهيوني. يعني كيف تنظر إلى الأمر؟ إلى أي مدى تعتقد أن هناك فعلا من يريد الإبقاء على سلاح حزب الله؟ إيران تريد إبقاء سلاح حزب الله لأنه سلاح ينفعها في عملية التهويل على الاستقرار في الشرق الأوسط. حزب الله الآن هو جزء من المنظومة العسكرية الإيرانية، وكونه حزب عربي يتكلم العربية فممكن استخدامه على كافة الساحات العربية من اليمن إلى العراق إلى سوريا، فهو يشكل فصيلا إيرانيا بامتياز من حيث قيادته وإدارته وتوجهاته، وحتى الساحات التي يخدم بها هي إنما تخدم الاستراتيجية الإيرانية ولا تخدم المصالح اللبنانية. ففي كل ساحة يدخل فيها حزب الله إنما يخدم توجهات الحرس الثوري الإيراني وسياسة طهران، بينما ينعكس سلبا على الواقع اللبناني سواء كان اقتصاديا أو سياسيا، ويسيء للعلاقات اللبنانية مع الدول العربية وحتى مع الدول الأوروبية. ماذا يوجد من مصلحة للبنان فأن يكون هناك ثلاثة لبنانيين يتم اعتقالهم في الأرجنتين وهم يحملون السلاح وهم يخضعون لسلطة حزب الله والحرس الثوري؟ أي مصلحة للبنان في أن ينخرط في الحرب في اليمن ضد الدول العربية؟ أي مصلحة للبنان في أن يكون على عداء مع المملكة العربية السعودية ومع البحرين والكويت والإمارات؟ إذن هذه السياسة التي يخوضها حزب الله إنما تنعكس سلبا على الواقع اللبناني الداخلي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، وتستفيد إيران من هذا الوجود المسلح لحزب الله لأنه يشكل نموذجا تحاول أن تطبقه في كافة الدول. فالحشد الشعبي هو نموذج عن حزب الله في لبنان، حزب الشعب العراقي يعني، وأنصار الله في اليمن هم نموذج عن حزب الله في لبنان، وحتى الآن تحاول استنساخ هذا النموذج في سوريا. حتى الميليشيات المسلحة في نيجيريا هي نموذج مسلح، نموذج مماثل ومستنسخ عن موقع حزب الله. أستاذ حسان، يعني إلى أي مدى ترى أن تعطل تشكيل الحكومات المتعاقبة التي غالبا ما يكون وراءها ربما حزب الله هو مدفوع بقوة السلاح الذي يفرض كلمته؟ في الواقع حزب الله الآن يعرقل تشكيل الحكومة لسبب واضح جدا، وهو أن إيران محاصرة ولبنان غير مستقر. إيران تعاني، إذن لبنان يعاني. من الواضح أن المجتمع الدولي والمجتمع العربي يحاول أن يضمن استقرار لبنان. في لبنان لم يتعرض لأي هزة أمنية حقيقية طوال فترة الربيع العربي، لم يتعرض لأي خضات أمنية، لم يتعرض لضغوطات اقتصادية، فلذلك يشعر حزب الله وتشعر إيران أن هناك اهتماما بلبنان، باستقرار لبنان وبرعاية الاستقرار في لبنان، فلذلك ترفع من الصوت في لبنان، تعرقل الاستقرار السياسي والذي ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي بهدف القول أنها لا زالت لاعب أساسي على الساحة اللبنانية وأن بإمكانها هز الاستقرار سواء كان سياسيا أو اقتصاديا. وبالتالي كما ذكرت قبل قليل حضرتكم بأن هناك فعلا خطر نشوب حرب إسرائيلية
مع حزب الله على الساحة اللبنانية، يدفع المواطن اللبناني ثمنها، لأن إيران تريد أن تقدم للمجتمع الدولي أنها قادرة على هز الاستقرار وأنها قادرة على ضرب الاستقرار في إسرائيل والتي هي حليف لمعظم الدول الغربية وحتى روسيا من بينها، وأنها قادرة على أن تجعل اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي يدفع ثمن عدم استقرار النظام الإيراني نعم، والاقتصاد الإيراني. حزب الله الآن يعاني من مأزق اقتصادي ومأزق سياسي، فلذلك يحاول الضغط أكثر فأكثر على الحكومة اللبنانية ليحقق مكاسب أكثر حتى يستطيع أن يستثمر داخل الدولة اللبنانية ويعوض خسائره المالية من خلال التوظيف في الحكومة، ولذلك هو يصر على وزارة الصحة وبعض الوزارات الخدماتية حتى يكون له اليد العليا في التوظيف وفي تأمين الخدمات لجمهوره وبيئته حتى يعوض خسائره وعجز إيران عن مده بالمال من خلال استنزاف مالية الدولة اللبنانية ومال الشعب اللبناني في خدمة المشروع الإيراني وليس في خدمة الشعب اللبناني. عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لك.